السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة 40 درجة، الأقصاد تعلن طقس الساعات المقبلة قد تصل لعاصفة بهذه المناطق. اليوم 19/4/2021، خليكم معانا لما نشوف الطقس. أعلنت الهيئة العامة للأقصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على جميع المناطق، حيث يسود الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء. وأضافت الهيئة في منشور لها بموقع فيسبوك: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد. وتابعت الهيئة: أما عن درجات الحرارة وسرعة الرياح الآن، فعلى القاهرة 40 درجة وسرعة الرياح 5 عقدة، والظاهرة المؤثرة هي اضطراب يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية إلى 2000 متر. وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على مطروح 22 درجة وسرعة الرياح 12 عقدة، والإسكندرية 28 درجة وسرعة الرياح 3 عقدة، وبورسعيد 28 درجة وسرعة الرياح 11 عقدة، والأقصر 34 درجة. عافاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.